السلام عليكم الحباب ديالي، كيفتم؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحة لاباس؟ نتمنى ربي تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم الصفوف ديالي، ولكن ما غنعدلو شي بحال اللي كنت كنعدلو دائما. طربني عندي هنايا النافع، حبة حلاوة، كيلو د الجنجلان، جوج د كيلو د الطحين محمر، وعندي كيلو د اللوز، وعندي هنايا قرفة، وعندي الجوزة، وكيلو د السكر، والزبدة. عندي هنايا شحال دوم تا ابتسام؟ ثلاثة باكيات د هادو، راهم هاد الزبدة هادي ثلاثة منهم، ونشوف واش غيقدرني ولا مقدرنيش. غنزيد شوية د الزيت، وهاد المره ما غنعملش العسل، وما غادي نعملش بيان كاوكاو، وما غنعملش كتان. نشوف على الله، لان انا واخا كنعملو ما كناكلوش، لان كيجي قوي ما كنقدرش ناكلو. ودابا نجرب نقص بزاف د الحاجات ونجرب على الله ناكلو. وبقاو معايا حتى نطحن هذا الشيء ان شاء الله. نبدا باللوز. واللوز غير حمرته في الفران، ما فيه لا زيت لا حتى شي حاجه، والدجاج حتى هو حمرته في الفران، وهاد حبه حلاوه كلشي عملته في الفران، يجيني ساهل بلا زيت لا حتى حاجه. حاول على الله تطحن لي مزيان، لان هذه عي كتهمش لي ابد. دابا هذا غير غادي نهرمشو صافي، لاخر طحنتو شويه مزيان، ها هو يعني ماشي ما طحون، يعني مكطحنليش هادي مزيان، هاكا تخليه غلط شويش. وعملتو فهاد البانيو لان ما عنديش شي حاجه كبيره من غير هذا، ولكن عندي نقي جديد. هانتوما هيدا غي هرمشتو، نخلي هدا بوحديتو تا من بعد. سبحان الله، طحنت هاد الجنجلان واللوز، غنخلي هيدا ما نطحنوش، وخليه حتى من بعد. وغنطحن هاد حبة حلاوة، عندي منقية محمصة من بعد ما شق اللي تعدلت هاد الطحين. المشكله د الطحين صعيب باش تحمصو هيدا في الدار، مولفه كنطلعو من المغرب محمص، هاد المره حصلت فيه في الدار. دابا من بعد ما طحنت الجنجلان واللوز وكلشي، طبعا نعمل حبه حلاوه
غنعمل واحد الدم غير فقط. يعني هما عندي معبورين نافع. ها هما غنعملو كامل غنعمل مغروفة دقيقة غنعمل شوية دالجوزة غير شوية ماشي بزاف غنعمل شوية دالملح لأن ملي كنت كنحمص الطحين عملت له شوية دالملح باش كيجي لذيذ. دابا نخلط هادو مع بعضيتو شويه. بسم الله نعمل هاد الطحين. عندي مغربل غنعمل هاد الزبده ولا ما قدتنيش غنزيد شي حاجه د الزيت. الزيت ما غادي نغليه شي نحاول ما امكن داك الحليب ما خصنيش نهبطو في السفوف. يا بسم الله على بركه الله هنايا غنعمل السكر كلاصي. غنعمل كيلو د السكر لان ما غنعمل لا عسل لا حتى شي حاجه. انا ملي كنعمل العسل دائما الصفوف كيشحت لي كيرجع ليا باش بشكل كامل. هاد المره غنجرب ان شاء الله هيدا ونشوف لان نقص بزاف الحاجات. حيت كتان حيت كاوكاو حيت بزاف ما عملتوش. غربلتو باش ميبقاليش الكواور. دابا غنزيد هاد اللوز مهرمش وغنزيد هاد الجنجلان ونزيد نخلط. غنزيد شي حاجه د الزيت ثمن واحد الزلافه د الزيت ما نغليوهاش لان ملي كيتغلى كيتسمم الزيت. انا عملت هنايا في العجانه تعجن لي لان ما عنديش الدرعين ديال الدلك
هو انا عجنته شتي شتي كيفاش كيجي. ها هو دابا معلك مزيون. دابا نخدم هذا اللي باقي لي. ايوا انتم اخوتي من بعد المشقه ديال هاد الصفوف هانتوما عييت صراحه. حمص والطحين صعيب باش يتحمص صراحه الله مزيان. عييت حمص فران د المغرب بالحق في الدار. هيدا فران هنايا في الدار صعيب. واو واعطيوني رايكم لان انا بزاف نقصت بزاف الحاجات. انا قلتكم ما عملتي العسل لان كتعمل حرقه وكتيبسنا الصفوف. وحيت كتان حيت الكاوكاو هادشي كامل حيته ونشوف نجرب في يد الله. كنظن هذا غيجيني خفيف نقدر ناكلو. انا كنت معكازه كنقول ما فيا ما يعملوا انا عملتو ما خليش وليداتي بلا شي. واعطيوني رايكم في الصفوف كيفاش جا. ويلا بسلام عليكم وشكرا وعملوا لي لايك. وإلى الفيديو القادم إن شاء الله. يلا مع السلامة.